في تشكيلة البلانكو، بينما البارسا دافيد فيا، فابريغاس، جوردي ألبا، تيو، ألكسندر سونغ الجديد من أرسنال في دكة الاحتياط، وكرة الهدف الأول. 1-0 يضيعه غونزالو إيغواين. مش معقول، فرصة راس راس، مارسيلو برازيلي الأرجنتيني بتعملق الكومبول بروعة السود أمريكانا، ولكن اللاتينوس يضيع الهدف الأول. حط راسك الفوق، اشبي راسك التحت، لا لا يا الأرجنتيني لا. شي في تاريخ الكلاسيكو بعد الفريدو دي ستيفانو 18 والراول بلانكو غونزاليس 15، ورا من بيبي 20 لقب، والكرة خطيرة، وغونزالو، غونزالو، غونزالو، جول، جولاسو، جولاسو، جولاسو ديال مدريد، ريال مدريد، 1-0 تغرق ساق فيلانوفا اكثر فاكثر وسط جحيم البرنابيو.
2-0 ورقة حمراء. وهنا الاحتجاج من جوزي مورينو. جوزي مورينو البرتغيز يحتاج البارسا إلى كبرى المواعيد، إلى أكبر المشاوير السابقة في تاريخه، لعل وعسى يعود في ماتش صعب جدا. والهدف الثالث في التيكي تاكا تضيع، التيكي تاكا على طريقة البلانكو. كرة تمشي مرة أخرى لأوزيل أو دي ماريا. دي ماريا أنخل دي ماريا على اليسار، على اليسار ما فما ولا واحد، ورونالدو ممكن يهرب، ورونالدو هرب، رونالدو يهرب، رونالدو يباسي، أوزيل يدخل، أوزيل، أوزيل وركنية وإيغوايين، إيغوايين غونزالو، غونزالو إيغوايين. واللي سماك غناك، لكن أنا أرى أنه أفضل مهاجم في أوروبا نحب فالكاو، فالكاو الصقر الكولومبي نتاع أتلتيكو مدريد. هذه لو كان فيها فالكاو هذه يمكن يحطهم الثلاثة. بارسا عن طريق أدريانو، أدريانو، أدريانو خطيرة، ممكن شاس مراوغة والتسديد الأولى، مسات الكرة الثانية ويتدخل إيكار، ولكن يلعب إنيستا، إنيستا سامحني تعدى دي ماريا، إنيستا وفرصة كبيرة للبارسا، فرصة قريبة للبارسا. يدخل يو ميسي، يدخل يو ميسي، يشق الطريق، لكن الليلة يلزم يشق البحر، البحر الصعب هنا في البرنابيو. على خطأ سيتأمل برشلونة، على فاول سيامل معشر البلاو جرانا، الأزول جرانا برشلونة. هل هي كرة الأمل؟ تمشي كرة عن طريق ميسي، ميسي، ميسي هنا في سانتياغو يسدد جول، جولاثو، جولاثو، جولاثو. ليو الوحش ميسي، ليو الغول ميسي، ليو من 10 ضد 11، ميسي وكد اننا موجودين بهذه الطريقة، على هذه الشاكلة، بهذا الطريق، حتى في الشبكة، قطع الشبكة، جيبها من الشبكة يا إيكار. يتقدم مدريد للترسيرو ويلعب البارسا للمباتي، والثالث الري، الري يا رونالدو، اوه يا رونالدو، يا رونالدو منين هذا؟ يا رونالدو، كريستيانو، صاروخ فونشال عابر للقارات، السرعة موجودة، والكورة وين ماشية وين ماشية، ورونالدو غير عادي، رونالدو اليوم غير اعتيادي، يمشي البرتغالي مارسيلو، مارسيلو، شق الطريق، شق الطريق، يدخل دي ماريا، يدخل دي ماريا، دي ماريا جول، مش ممكن لا، أوري، أوري أخرى من أنخيل دي ماريا. الريال في شوط خرافي، دائما اتهم اني ابالغ، الفنيين في الاستوديو مع خالد ياسين سيتكلمون بلغتهم الفنيه. البارسا رجعت له الثقه، والريال تحسه خايف شوي، خايف بعد هدف ميسي. كره طويله، مش ممكن، والتعادل يضيع في وقت الكلام يا بيدريتو. شوف الكنترول، شوف الباس، اعطيني الباس، عديها، عديها منها، شبعنا ملايين. الله 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 على الكنترول يا بيدرو، يا بيدرو ملا كنترول، عاود عاود، يجاهوني يجاهوني حتى القدام، ويكركاسياس قال لا. خيارات قادمة للمدرب مورينو، البطولة رقم 20 لمورينو كمدرب أو لميسي كلاعب. يدخل بيدرو، بيدرو الرجل الشوط الثاني، يهرب، يعود، اكسلاسيون كبيرة برشا، بيدرو، بيدرو، والحارس كاركاسياس كان عليه أن يبحث على ميسي. استعمل القاذفات للصواريخ في الشوط الأول، في الشوط الثاني صار يركز على خطة الدفاع. سامي خضيرة، سامي خضيرة، سامي خضيرة، مش ممكن، مش معقول، بدع ولد خضيرة، ولد الحمامات، ولكن على شاطئ الساحل الجميل. وصلنا لدقيقة 70، الثالثة من التعادل، الثالثة من التعادل، أم بين الحلين ستبقى في ذات النتيجة للقب مدريد. اللعب على طريقة مارادونا من 15-20 سنة، لا من 15 سنة في استاد سان باولو على لازيو، ما تشوفه 5-0 يا نيستا، كتوثيق صحفي. حد كورة غريبة، حد كورة عجيبة، وأنت الغريب العجيب في هذه اللقطة المريبة يا خضيرة. أوه يا معلم بالطريقة هذه، أيضا يضرب كورة، يضربها يعني بطريقة مميزة، ولكن فالديز قال لا. والكرة ترجع مرة أخرى صحيفة الموندو ديبورتيفو، والكرة خطيرة، والكرة غريبة، ومش ممكن، ضيعها، ضيعها، ضاعت الكرة، ضاعت الكرة، فرصة كبيرة من جوردي ألبا. لابيل طلب الكرة ولا أروع. آه يا جوردي ما فماش أوفسايد، كسر التسلل جوردي ألبا، كيفاش طلب الكرة؟
وحكاية كلاسيكو لا يريد أن ينتهي من الأذهان ولا من الأحزان ولا من غونزالو. جول 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 جول، مش ممكن يا إيجوايين، مش ممكن يا قاتلهم، مش ممكن يا معذبهم، مش ممكن يا معقدهم. هي تستعمل ككلمات في التعليق للمنافس وضد المنافس، ولكن اليوم ضد فريقك وضد جمهورك وضد انصارك. قداش تضيع يا ولدي، قداش قداش تضيع يا غونزالو، يا غونزالو. مش ممكن، مش ممكن. مش تقول لي طلب الكره ممتاز، يعطيها لهم قشره، قال له حطها في الشبكه اضربها في البار. مش ممكن. ارجع كره مدريديه، تقطع الكره الريالية، واحده كره خطيره تمشي لتشابي، رونالدو ينهيها، رونالدو ينهيها، رونالدو وفيكتور يقول له لا، يقول له لا. ترجع الكره من اوت وتمس، تلعب عرضيه لن تمر، ورونالدو سيمر. رونالدو رونالدو رونالدو، بنزيما بنزيما بنزيما، خطيره مودريتش المدير، والتسديده وجول. لا من سامي، ماتش كبير من خضيرة، ماتش كبير من سامي خضيرة. المدير مودريتش الكرواتي كان ممكن يبدا من باب كبير، والكره ترجع للريال. راموس راموس، ثلاث دقائق وفات ولا ما زالت، انتهت ولا ما زالت. يمشي مودريتش، تتحط الكره، واحده اثنين، المرنجي يقرب، المرنجي يقرب، خطيره العرضيه والكره ترجع. حبوا الحق ولا ولد عمه؟ الحق طبعا، الريال يستاهل هذه البطوله. سيكون السيناريو قاسي جدا أن تسجل الآن يا برشلونة. خطيرة جدا، كرة صعبة وكرة خطيرة وفرصة، والحارس يكر. كاسياس القديس يمنع كرة التعادل. انيستا انيستا يدخل، انيستا من أجل إشعال النار في آخر اللحظات. كرة ترجع السونغ، يعمل كنترول، يعطي باس، ميسي ميسي صدد. مش ممكن، مش ممكن. والله قتلونا، والله قتلونا. الله على أصحاب القلوب الضعيفة. مش ممكن يا ميسي في الدقيقة 91 55، تفرج معايا ايش يعمل، تفرج. يكاد القلب مني ينشطر، ويكاد اللسان ينفجر، ويكاد الرأس تنقلع، وكاد وتكاد القدم تسجل، ولكن لم يكتبها ليو. الريال لا يخسر من لاوز، المدريد يهزم البارسا لأول مرة من 4 سنين في سانتياغو برنابيو، ويربح أول ألقاب الموسم، أول لقب في التمبورادا الجديدة. فرحة كارانكا وفرحة واسترخاء سبيشل وان، اللقب 20 لمورينو كمدرب، والثالث مع الريال مدريد. كما قلت في البداية، الريال انتصر الليلة لأنه كان عنده الروح والكبرياء لتدارك ما فات. أسوأ بداية لموسم كروي من سنوات في تاريخ الأبيض المدريدي. بالنسبة لبرسا، ممكن الخيارات الدفاعية وإصابة بويول، وخاصة ممكن ردة الفعل للمنافس مدريد. نتيجة 3-2 في الذهاب لم تشفع للبرسا بتألق جديد على مسرح سانتياغو برنابيو، وهدفي غونزالو إيجواين ودوني كريستيانو رونالدو يؤمنان الكاس بين الأيادي البرتغالية رونالدو بيبي، وبالفكر البرتغالي لسبيشل وان جوزي مورينهو.